رسالة الدرويش عنده رسالتين. إذا ما ناخد الرسالة من الناحية الفنية، هو جزء من العمل الفني العالمي اللي هو التراث العالمي، من الآثار للأرشيتكتور، حتى لما الشخص اللي بيصمم كرسي أو كنباية أو حجر أو أي شيء، فهو جزء من التراث. جزء من التراث إذا أنت كمجتمع مش موجود فيه بتصفي براته، لأنه كل شيء ممكن يتدمر إلا التراث. إذا بتاخد حضارة، بالحضارة أول شيء بتدور على شو؟ بتدور على الأرشيتكتور البيان، العمل، الأثر الفني، المنحوتة، الرسم الموجود بالكنيسة، يعني الموزايك المرسوم الموجود بجامع. فالعمل الفني هو تكمل التراث العالمي. هلأ رسالة الدرويش المباشرة من رؤوف رفاعي للعالم، أول شيء رسالة هي للأقرب شيء للمحيط تبعه. نحن مجتمع موزايك مؤلف من عدة طوائف، من عدة ديانات، تناجي من مناطق تهجروا منها، إن كان أرمن، إن كان فلسطينيين، كان لبنانيين، جوا من الخليج الأساس، فينيقيين، آشوريين، كلدانيين، كل هالمجتمع أكثر شيء تجمع وقعد بمنطقة اسمها لبنان، اللي هي بسبب إنه فيها نوع من الحرية، وهالجبل العالي اللي هربوا عليه من الاضطهاد أو من الظلم. بتجمعهم خلقوا مشكلتين، خلقوا شغلة كتير حلوة إنه تجمعوا، عطوا مثال، وخلقوا مشكلة كبيرة، صار في كتير تناقض وفي كتير خوف من الآخر. يعني صار فيها بهالموزايك، هل أنا ببقى، هل أنا بكتر أكتر من الآخر بغلب عليه. الدرويش بحل المشكلة لأنه بياخدك على محل آخر، مجال روحي واجتماعي أكتر، بيقلك أنا بسيط، بالبساطة تبعي أنا موجود. إذا أنت خايف مني وأنا خايف منك، فيها نوع من فيك تسميها فيدرالية، الكونفدرالية. أنا عم بثبت حالي بكل محل أنا موجود فيه، لا بأكلك ولا بتاكلني، ولا بخاف منك ولا بتخاف مني. فيها طرح شوي روحاني وبسيكولوجي واجتماعي، مش ضروري يكون علماني. يعني حتى برغم العلمانية، دايماً الإنسان بيرجع لأصوله، بيرجع لديانته، لمعتقداته، لقبيلته، لعشيرته. الدرويش بما أنه مراية لكل شخص منا، فينا نقول أنه أنا برأيي كل واحد يحافظ على مجتمع محيطه مثل ما هو، يعمل اللي بده إياه بمحيطه، بس ما يتعدى على الآخر. إذا إجا لعنده الآخر يتقبله مثل ما هو، وإذا راح لعند الآخر يصير هو مثل الآخر. قديش أنت بتتنازل عن تعصبك ومعتقداتك اللي رايحة على الإكستريم، قديش بتتقبل الآخر، قديش بتنجح. الدرويش نجح فات على كل البيوت، لأنه كل مرة عم بياخد صورة عن الشخص اللي قاعد قدامه.